السلام عليكم أحبتي، أنا رائد الجعفري. اليوم درسنا راح نتعلم بلوج جديد، وهو أنه كيف ممكن أن نعرض الوقت والتاريخ بسكراتش. مثل ما تشوفون هنا، أنا عندي بالحاسبة تظهر لي الساعة ويظهر لي اليوم والشهر والسنة. سكراش نقدر نسوي اي نقدر نسوي هيك كل لغة برمجة من ضمنها سكراش. بس سكراش من سنسينج عندنا بلوك اسمه كورنت، هذا خل كبره شوية. هذا الكورنت بعدة اختيارات، لو اجي اشوف شنو البي لير، السنة، مونث، شهر، ديت. هنا ديت يعرض اليوم، داي اوف ويك، هنا أنا يعرض اليوم، تسلسل اليوم ضمن الاسبوع، ار ساعة، منت، دقيقة، وسكند الثاني. من خلال هذا البلوك راح اقدر اوظفه بسكراتش واعرض به الوقت والتاريخ، لكن حتى لا يكون البرنامج طويل راح نسوي جزئين. فأنا إيش أريد أسوي؟ أريد من خلال سبرت أو كائن أعرض الوقت. فراح أروح من هنا على السبرت مالتي وأختار اليوم. أريد أعلمكم شغلة جديدة. هنا عندنا هاي البوتن، هاي مجموعة من البوتن، هاي يعني شنو؟ أزرار، يعني خلينا نقول زر، أو بالعراقي نقول عليها دقمة. إنه أنا من أضغط عليها مثلاً تنفذ شيء، أو تخلي بداية التنفيذ في شيء، تمام؟ زين، هاي يعني أقدر أغير عليها، إي أقدر أغير عليها. لو نروح من هنا على الكوستوم، شوفوا إحنا مختارينها، هاي القطة ما نحتاجها بعد. نروح من هنا على الكوستوم، هنا بالكوستوم أني أقدر أغير بها هواي شغلات، بالشكل، باللون، وأيضاً أقدر أكتب عليها هنا ضمن هاي المساحة. فمثلا انا راح اخليها هذا اللون بس حتى تشوفون، وراح اكتب عليها الوقت. تشوفون هذا حرف التي من تكست. لو جيت نقرت هنا وجيت هنا، هاي معناها انه انا اقدر اكتب النص او الكلمه اللي اريدها. فمثلا انا اريدها تعرض لي الساعه او التوقيت، راح اكتب الوقت. زين، كتبت الوقت هنا، اقدر اغير لونه، اي منه اقدر اغير اللون، اختار اللون اللي يناسبني، فمثلا راح اخلي اسود، تمام. وقت اضغط اشوف شلون يصير التغيير. اجي من هذا السهم، تحددت عندي هنا، اقدر اتحكم بها واخليها حجمها يكون مناسب للعرض، تمام. دا تشوفون التغييرات اللي اسويها هنا تظهر لي هنا. زين، خلينا نقول مبدئيا اني هذا البوتن اللي اريده، تمام، الوقت خليه منه. زين، نجي شلون نعرض الوقت بداخله من خلال استخدام هاي البلوك او اللبنه. نجي حتى اعرض هنا، انا ايش احتاج؟ احتاج من لوك استخدم سي، وحده من هذول السي، تمام. فراح استخدم سي بدون وقت. فمثلا لو جيت وقلت له اني اريد تعرض لي السنة الحالية، تمام، شنو الايفنت اللي استخدمه؟ راح استخدم when the separate clicked، يعني من اضغط عليه تطلع لي هاي المسج. فمثلا خلينا نجرب ونشوف شو راح يصير. شوف، دز لي مسج انه هاي السنة هي 2020. زين، راح اغير منها واقول له اعرض لي الشهر، خلينا نشوف ايش راح يعرض لنا. عرض لي قال الشهر الخامس، اللي هو فعلا احسه احنا بشهر مايو، شهر الخامس. زين، راح اقول له اعرض لي مثلا ايش قد اليوم بشهر خمسة. من اضغط على هنا راح يقول لي 21، تمام. هاي بالنسبة لل السنة وشهر. زين، بالنسبة للوقت اللي انا اريد اطبقه، الوقت هسه هاي الساعة، الساعة 22 يعني بالعشرة. احنا بالوقت عندنا نظام 12 ساعة ونظام 24 ساعة. يعني شنو معناه؟ يعني انا عندي من
من ال 12 بالليل ال 12 الصبح ال 12 الظهر، هي هاي يسمونها خلينا نقول اول 12 ساعة نسميها ايام، من بعد 12 الظهر يعني من الساعة تبدي 1 الظهر الحد نرجع 12 بالليل، هاي نبدي حساب جديد اللي هو راح يكون 12 اللي يسميه بي ام، وهنا راح تكون عندنا مثل الساعة الجدارية انه الواحدة بعد الظهر، الثانية بعد الظهر، الثالثة، الرابعة، الخامسة الى ان ال 12. بالنظام ال 24 لا يكمل، شلون يكمل؟ انه اني الساعة 1 بالليل رقم 1، رقم 2 الساعة 2 بالليل، رقم 3 الساعة 3 بالليل بالساعات الإلكترونية اللي شايفها يقدر يلقاها. بالحاسبة أيضا هذا النظام موجود، إنه يعني النظام 24، فهي 22 هي فعلا ما يعادل إنه هو الساعة بالعشرة بالليل، تمام؟ لو كانت العشرة الصبح كان كتب لي بالنظام ال 24 كانت كتب لي الساعة بالعشرة. زين هاي الساعة أقدر أعرض بعد الدقائق، إيه 11 دقيقة إذا تنتبه هنا بالساعة، الساعة بالعشرة و11 دقيقة، الثواني هاي الثواني. زين شلون أني أريد أعرض من أنقر على الوقت تطلع لي الساعة، يعني الساعة والدقائق والثواني، شلون راح أوظف هاي؟ إذا أنا أحتاج الكورنت وأحتاج من أوبريتورز أحتاج الجوين. شوف شلون راح أوظف الجوين. أنا إيش أحتاج؟ أحتاج بالبداية تظهر لي الساعة، فراح أخذ من أنا كورنت وحدة وأخليها هنا وأقول هاي الساعة. زين حتى تظهر، وبعدها أريد الدقائق. بس إيش أريد؟ أريد تكون فاصلة. انتبه هنا دا شوف بين الرقم 10 أكو نقطتين بعدين رقم 12، من هاي إحنا نعرف إنه هاي العشرة هي الساعات وهذا ال 12 هي رقم الدقائق. فشون نسويها؟ نيجي هنا بالجوين ونخلي هذا الرمز، ونيجي هنا مرة الثانية نخلي من الكورنت ونخلي هنا نخلي الاور، هسه صار عندنا سوري هاي الاور، راح نخلي المينت، صار عندنا الساعة والدقائق. لو جيت هسه عرضناها نشوف حدنا صحيح، نجي هنا نشوف طلع لي الساعة العشرة اللي هي 22 و13 دقيقة لهنا، تمام. زين نزغرها شوية حتى تشوفون. زين أنا إيش أحتاج بعد؟ أحتاج الثواني حتى يكمل عندي التوقيت. راح أحتاج أيضا إلى operator، من operators أحتاج join، وهنا بهذا join راح أقول له إنه هاي هنا خلي لي المينت، زغرها شوية. هنا راح تكون عندي فاصلة وبعدين تجي الثواني، فراح أحتاج أيضا join. ليش؟ حتى اكتب بداخله الفاصله واخلي الثواني بداخلها. صار عندنا هذا الشيء، معناتها انه اني من اضغط على بلوك اللي اسمه الوقت تظهر لي الساعه اللي هي الساعه 10 و14 دقيقه و23 ثانيه. شوف انتبه هنا الشغلة انه الثواني عندي ما تتغير الا كل ما اني اضغط عليه. ده تشوف راح اضغط هسه على الوقت، وانتبه على البوتن مالتي، وانتبه 22 و14 و43، اضغط 22 و14 و46. هنا معناتها شنو؟ انا من اضغط مرة، قلنا اذا تذكروا بالفيديوهات السابقة، معناها انا راح انفذ تنفيذ لمرة واحدة. زين لو أنا ردت التنفيذ يكون مستمر، يعني أشوف من أضغط على الوقت أشوف الثواني هنا تتغير، يعني 3 4 5 6 مو كل ما أضغط تظهر لي رقم الثواني. شلون أحل هاي المشكلة؟ سهلة، من كنترول وأختار فور إيفر. لو جينا هنا ونفذنا راح نشوف أنه هي ما تختفي وكل ثانية
جاي تظهر هنا هذا التايمر. فهسه الوقت عندي الساعة بالعشرة و15 دقيقة و33 ثانية. لهنا ينتهي درسنا، أشوفكم الدرس القادم، مع السلامة.